اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وصناره من بورسعيد. هعمل النهارده تغميسه سي فود، يعني ميكس سي فود حراق بفلفل الوان، وهعمل معاها شوربه بطاطس بالكريمه اللباني. شوفوا الطريقه والمكونات، يلا بينا. مكونات تغميسه السي فود: زبده، بصل، سبانخ، جمبري، كابوريا مسلوقه، فلفل الوان، جبنه شيدر، كرفس، فلفل هالوبينو حار، بقدونس، ثوم، وبابريكا. طبعا هنستعمل ملح وفلفل. اول حاجه ابتدي البصل. فين البصل؟ هي المفروض ان هي تغميسه السي فود دي بتبقى بصلصه حمراء، بس احنا قلنا نغير شويه ونخليها تبقى من غير صلصه خالص، يعني يا دوب بس هنرش عليها شويه جبنه في الاخر. اقطع البصل كده كبير. السبانخ اللي موجوده دي غير السبانخ البلدي بتاعتنا، دي سبانخ مستورده او اللي هم بيقولوا عليها بيبي سبينتش. ما بتخسش قوي زي السبانخ بتاعتنا، يعني بتخس شويه بس مش قوي. فاحنا هنعمل ايه؟ هناخد الزبده ونحط هنا شوية من الزيت، طلعها بس على النار، ثلاث معالق زيت زيتون، المكعب ده يعني معلقة زبدة. طبعا الزبدة دي طبعا كمية راجعة لحضراتكم، انا هحط ثلاث معالق. احط البصل على طول، احط معاه الثوم برضو على طول معلقه، نسيب البصل واحده واحده كده مع الثوم مع الزبده. لو خدتوا بال حضراتكم انا حطيت البصل بدري والزبده لسه بتدوب، ليه؟ علشان اهدي بس النار شويه وما اخليش الزبده تتحرق. احط معلقه ملح، نص معلقه ملح صغيره، وهاخد السبانخ. خليني اسيب مثلا ايه اربع ورقات كده عشان في الاخر نحطهم في جنب الطبق، يبقى شكل الطبق حلو. عايز واحده كبيره شويه، خليهم هنا عشان ايه افتكرهم. هقطعهم بالطول كده، عايز اخلي البصل ياخد وقته ان هو يطرى. الكابوريا اللي موجوده دي مسلوقه وجاهزه، فانا هخليها في الاخر خالص علشان بس تاخد النكهه، انا مش محتاج ان انا اسوي فيها حاجه، بس احطها في الاخر خالص تاخد النكهه. الجمبري اهم حاجه في الطبيخ، درجه الحراره نركز قوي فيها. زودت انا النار دلوقتي علشان حطيت الجمبري، فالطاسه درجه حرارتها نزلت، فلازم نعلي النار شويه علشان نخلي دايما درجة حرارة الطاسة عشان تسوي تبقى مظبوطة. فنركز قوي في تعلية النار وتوطية النار والوقت اللي بنعلي فيه وبنوطي فيه. يبتدي ياخد بس لون بينك او ياخد لون بامبا شوية. احنا هنحط هالوبينو، فانا هحط بس فلفل اسود علشان يدي طعم، انما هي هتبقى حارة. مجرد ما اخد اللون نوسع كده للكرفس وفلفل الالوان. دي بابريكا، يعني شطه حلوه، مش شطه اسف، دي بابريكا، البابريكا فلفل رومي مجفف، هالوبينو. طبعا اعتقد الكميه دي هتبقى كبيره قوي فهتخليه يبقى حار. لا لسه شويه، لازم ايه ندي للفلفل والكرفس وقت يمتزجوا مع بعض. هحط نص الكميه بس كفايه.
كده طول ما انا بزود مكونات في الطاسه فالجمبري مش بيلحق ما بيلحقش ينشف، يعني حتى لسه في دي لسه ما استويتش على اخرها. خليها كده لحم الكابوريا في الاخر. ممكن بقى نحط السبانخ دلوقتي. ونقلبها معاهم. هي بتقل طبعا حجمها لكن مش زي السبانخ البلدي اللي احنا متعودين عليها، مش هتقل قوي يعني. شويه من الخضره او البقدونس. ناخد الطبق ده. دول الثلاث اربع ورقات اللي سبناهم علشان يبقى فيه شكل كويس في الطبق. حط بقى لحم الكابوريا المسلوق في الاواخر خالص زي ما قلت لحضراتكم علشان مستوي مش محتاج حاجه. دول هيترشوا في الطبق بعد ما يتقدم، يعني في التقديم نرش عليهم الجبنه ونرش عليه الخضره البقدونس. قلب كويس كده عشان الكابوريا تبقى موجوده في كل حته في الطبق، يعني اللي هيبتدي يغمس ايه يغمس. ناخد بقى التوست، انا مغطيه كده بس عشان بينشف في الهواء. سكينه العيش دي بتبقى سهل قوي تقطع العيش بسهوله، السكينه التانيه مهما كانت حاميه ما بتقطعش زي زي السكينه المشرشره. كده كله استوى، وزي ما قلت حركوا السبانخ برضو ما صغرتش قوي بس صغرت شويه، يعني المهم ان هي ناخد الفايده اللي فيها. حط عليها الجبنه وهي لسه بتدخن كده. شويه من الخضره. ناخد بس ايه حته ليمون كده. ادي تغميسه السي فود. هطلع فاصل وارجع اعمل حضراتكم شوربه بطاطس بالكريمه اللباني. خليكم معايا بعد الفاصل. رجعت حضراتكم بعد الفاصل، عملت تغميسه السي فود. هعمل دلوقتي شوربه بطاطس بالكريمه. نقول على المكونات: بطاطس مسلوقه، لبن، كريمه لباني، بصل، زبده، مكعب مرقه خضار، وبصل اخضر للتزويق. حط حل على النار تسخن كويس قوي. هقطع بصله صغيرة أو متوسطة. هحاول أقطعها صغير علشان لما أجي أستعمل الهاند بلاند أو الخلاط اليدوي أبقى مسهل عليه الأمور، يعني إيه؟ ما أقعدش أستعمله كتير. طبعًا لو مش موجود عند حضراتكم الهاند بلاند أو اللي هو الخلاط اليدوي ده، الخلاط العادي هينفع كويس قوي. نحاول بس إيه نصغرهم كده شوية. الثانية. انا هعمل بقى ايه؟ هحط الزبده وهحط الزيت معاها وهشوح البصل وهشوح البطاطس سنه عشان اديها طعم مع البصل، تبقى فيها طعم مختلف، ما تبقاش بطاطس بس. هحط زيت زيتون نقول 4 معالق. ونحط 2 معلقة زبده، مكعبات دي صغيره، والبصل. هستعمل مكعب المرقه، فمكعب المرقه بيبقى مالح فمش هحط ملح كتير، يعني هدوق واشوف، بس الاول هحط مكعب مع البصل وهندوق ونشوف.
لقيتها محتاجة هزود، مش محتاجة خلاص. كده كده هحط سنة صغيرة بس مع البصل عشان يسهل ان البصل يطرى اسرع. فلفل اسود نص معلقة صغيرة. هنشوح البصل، مش هديله لون، يعني هشوحه كده. اول لما مكعب المرقة ده يفك من بعضه يعني يدوب مع البصل، احط البطاطس ممكن استعمل شوية مية كمان، انا ما قلتش في المكونات على مية بس ممكن ازود شوية مية زي ما بقول لحضراتكم، بس تشويحة كده ياخد الطعم. هزود اللبن كله، اللبن الاول او الكريمة الاول مش هتفرق، ده واحد. انا كده هزود مية لسه تاني. قلب. اعمل ايه بقى دلوقتي؟ قبل اي حاجة هشوف الملح اخباره ايه، يعني اخد معلقة كده وادوق. لحد دلوقتي مش محتاجة ملح. هزود مية. لما ازود مية غالبا هتحتاج ملح، بس انا مش هزود المية غير لما ابتدي اشوف ظهرت بقليل في الحلة ابتدي ازود المية. ابتدت تبقلل اهي، ولما نزود ميه نزود كميات قليله واحده واحده علشان نبقى بنقدر نتحكم في القوام بتاع الشوربه. شوربه البطاطس المفروض تبقى تقيله، ما تبقاش خفيفه خالص، فلما نزود نزود واحده واحده كده. ممكن هزود ميه، هزود ميه لحد لما اغطي البطاطس، وبعد كده ابتدي اشتغل بالهاند بلند او الخلاط اليدوي، ولو احتاجت ازود تاني هزود تاني. نخلي بالنا بقى من الهاند بلند ده، عندي صديق ليا ما بيطبخش خالص يعني، بس كان بيحكي لي على الهاند بلند ده، بيقول لي حطيت الهاند بلند كده المطبخ كله بقى شوربه. ابتدي دايما الاول بالراحه، بلاش، هو في دايما سرعتين، ابتدي بالراحه علشان ما يطيرش حاجه بره، ونغرق او مش نغرق يعني نغطس الهاند بلند تحت ونبتدي بالراحه، ونفضل واحده واحده كده. لو لقيناه مش عامل نتيجة نبتدي نرفع الحلة لفوق علشان ايه؟ يبتدي البطاطس او اي مكون جوه يبتدي يبقى في عمق اكبر، ونقدر ان احنا نوصل لكل واحدة. نرفعها سنة كده هتلاقوها هي عمالة بتلف، كل حاجة عمالة بتقرب منها. بعد شوية بقى لما تعودوا على الهاند بلند هتقدروا تعملوا نرفع كده ونصطاد الحاجات اللي لسه ما اتفرمتش. كده انا ابتديت بالبطيء وبعدين انا سرعت زودت السرعه دلوقتي شويه. كل ما بخلط اكتر بالهاند بلند كل ما بص حركه عماله بتتقل. والحلو بقى ان احنا مش عايزينها تبقى مفرومه، احنا عايزين يبقى في حتت بطاطس عشان تبقى هوم ميد، تبقى معموله في البيت ومعروف انها معموله في البيت. انا هقرب بقى كده، اعتقد كده اغلب البطاطس ممكن يبقى فاضل بقى حته ولا اتنين صغيرين. لو عايزينها تتقل اكتر من كده سيبوها شويه كمان على النار هتلاقوها تقلت اكتر، بس انا شايف انها كده كويسه قوي. كل ما بنسيب الحاجه على النار كل ما السائل بيتبخر فبتتقل الاكل اللي موجود. اهم حاجه بقى دلوقتي ندوق نشوف الملح، لان انا زودته ميه زي ما قلت لحضراتكم، زودنا ميه فهنحتاج. بصوا تقيله ازاي، حاجه يعني لذيذه قوي. ملح طبعا، نقلب بقى الملح ده. كبشة، انا عايز ابعد عن النار بس عشان كده خلاص مش محتاجين البوتاجاز، نقربها هنا شويه. طبعا لو قعدت اغرف بالكبشه دي مش هخلص، فايه اهو كميه كبيره علشان كل الناس بتقول انت بتعمل كميات قليله. تمام،
اخر حاجه احط عليها البصل الاخضر. بص هي تقيله اوريدي فمش هيخطس، احط بصل اخضر طبعا ده اختياري يعني، لو مش بتحبوا البصل الاخضر خلاص. حاجه سبايسي شويه، اكسر بس لون الطبق. يبقى النهارده عملت تغميزه السي فود وعملت شوربه بطاطس بالكريمه اللباني. الف انا وشوف، اشوفكم حلقه جديده. باي.